السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل هسه البارت الثاني من الدايجستيف سيستم، وناخذ به هنا السلايد مالت السليفري جلاند الموجودة بالسب مندبولر بالفك السفلي. طبعا هنا نلاحظ الارتريول اللي هي الشرايين، وهنا هاي الاورد البنيون، هنا هاي الانترلوبيولر كونكتيف تيشو اللي هي الانسجة الضامة الموجودة بين المفاصل، هاي القنوات المخططة اللي اسمها ستريشن داكت، هذه هنا هنا الميوكس اسينس هذه اللي هي العنيبات المخاطية، زين هذه هنا الاديبوز سيل اللي هي الخلايا الدهنية، هاي هنا السيروس اسينس اللي هي السيروس اسين اللي هي العنيبات المصلية، وهنا السيروس ديميولين. السيروس ديميولين لا اسميها الاهلة المصلية لان شكل الخلايا تشبه الهلال. زين هنا أنا عندي المايو إبيثيليال سيل اللي هي الخلية الطلائية العضلية، تكون هنا الأنواع مالتها أما سيروس أسيني والميوكوس أسينيس اللي هي أما عنيبات تكون أما عنيبات مخاطية أو عنيبات هاي سيروس أسينيس العنيبات المصلية أو العنيبات الميوكوس أسينيس العنيبات المخاطية. هاي هنا الانتركليتد داكت والسيتويشن داكت اللي القنوات القنوات المخططة. هذا هنا اسم السلايد، اشوف هذا السلايد شنو اسمه، سب مندبولار سليفري جلاند، يعني السليفري جلاند بال تحت الفك السفلي، موجود تحت الفك السفلي. هسا نجي ناخذ سلايد اخر اللي هو الوول اوف ابر ايزوفيجلز، يعني هو جدار المعدة. طبعا هنا الجدار ما تتكون اول طبقة اللي هي الميوكوسا المخاط او الطبقة المخاطية، بعدها تجيني هنا الطبقة اللي ستراتيفاي سيكومس ابيثيليوم اللي هي النسيج الطلائي الحشفي، هنا اللامينا بروبيريا هذه الصفيحة المخصوصة، وهذه اسميها الماتيكولا ميوكوس اللي هي العضلة المخاطية. هاي هنا الميوكوس اسيني هذني الميوكوس اسيني of esophageal gland اللي هي العنيبات المخاطية لقناة المرء، هنا هاي السب ميوكوس اللي هي تحت المخاطية، هاي الأديبوز سيل اللي هي الخلايا الدهنية، هذه هنا عندي الماسيكولار اكسترنا، هنا الماسيكولار اكسترنا يقصد بها العضلات الخارجية، طبعا تحتوي على طبقة من العضلات الداخلية الدائرية اللي يسميها inner circular muscle layer، هذه طبقة العضلات الدائرية الداخلية، وهنا الاوتر شو تكون طبقة العضلات الطويلة الخارجية outer longitudinal muscle layer، هاي هنا connective tissue اللي هو يقصد به. connective tissue اللي هو الأنسجة الضامة، هاي قلناها الأديبوز اللي هي الخلايا الدهنية، هذا البلود فازلز الفين والأرتري، هنا هاي القنوات الإخراجية اللي هي excretory duct، هذه القنوات الإخراجية excretory duct of esophageal gland للغدة المريء، هذا أيضا عندنا connective tissue، هاي أيضا blood vessels أو إن لامينا بروبيريا الأوعية الدموية بالصفيحة المتخصصة، طبعا هذه البنفسجية هي lymphatic nodule اللي هي العقيدة اللمفاوية. طبعا هذا السلايد وهذه هنا النيرف فايبر اللي هي الألياف العصبية، طبعا هذا أسمي اسم السلايد wall of upper respiratory upper esophagus، طبعا هذا المقطع عرضي. هذا هو نفس السلايد بس بصورة عكسية هنا. هسا نجي ناخذ الستومك اللي هي المعدة، نشوف جدار المعدة منين يتكون او نسيج المعدة منين يتكون. طبعا الطبقة هاي الطبقة هاي اسميها الميوكوس او الميوكوسا الطبقة المخاطية، وهنا عندي هاي الطبقة تحت المخاطية سب ميوكوسا، طبعا الطبقة المخاطية السيرفس مالتها يكون ابيثيليا طلائي تحتوي بالاسفل هنا لامينا بروبيريا صفيحة متخصصة، وهنا ايضا عندي المازيكولا ميوكوس العضلة المخاطية، هاي هنا اسميها الجاستريك بيتس اللي هي حفر المعدة، هذا ايضا السيرفس ابيثيليا. اوكي هاي هنا الجاستريك جلاند، هنا الخلايا تكون اما
بارتيال اللي تكون أما سيل اللي يقصد بيها الخلية الجذعية، أو تكون تشيب سيل دني اللي أسميها الخلية الرئيسية. هاي هنا تكون كابيلاريز، هذه الكابيلاريز الأوعية الدموية الشعرية، هاي الفينيول والأرتري اللي هي هذه الفينيول اللي هي الأوردة، وهاي الأرتري اللي هي الشرايين، هاي الكولاجين فايبر ألياف الكولاجين، وهاي الوقيدة اللمفاوية الليمفاتيك نوديول. أوكي، هاي هنا طبقة عضلية مائلة، هذه طبقة عضلية مائلة، وهذه هنا تكون طبقة عضلية دائرية، هذه الطبقة العضلية الدائرية circular muscle layers، وهاي هنا تكون الطبقة العضلية الطولية longitudinal muscle layers. هاي هنا السيروسة بالأسفل، هذه خلايا الدهنية الأديبوز سيل، خلايا الدهنية. هذا الستومك، مقطع بالستومك، وطبعا هذا المقطع يكون عرضي. هاي هم اسم الصبغة ما لكم علاقة بيها، هاي ترانسفيرس سكشن، مقطع عرضي. زين نجي ناخذ المقطع الوراء اللي هو عبارة عن منطقة البواب أو المنطقة البوابية، المعدة بايلوريك ريجون اوف ستومك. طبعا تتكون من طبقة سيرفيس كوليومينا ميوكوس ابيثيليوم، الطبقة النسيج الطلائي العمودي المخاطي. هنا تكون الألياف العضلية، هاي المسل فايبرز للعضلة المخاطية، الماتيكولاريس ميوكوس. هنا تكون هاي الجاستريك بيتس اللي هي حفر المعدة، هاي هنا البايلوريك جلاند اللي هي الغدد البوابية، هاي البايلوريك جلاند الغدد البوابية، هاي الألياف العضلية اللي اسمها مازل فايبرز، هاي الليمفاتيك نودولز الوقيدة اللمفاوية، هاي اللامينا بروبيريا الصفيحة المتخصصة، هاي الفينيو، هاي البلود فازلز اللي هي الأرتريال اللي هي الشرايين، والبنيول الأوردة. طبعا هذا الاسم السلايد، هاي الخلية أسميها مازيكولا ميوكوس اللي هي العضلة المخاطية. طبعا هذا السلايد اسمه بايلوريك ريجون اوف ذا ستومك اللي هي المنطقة البوابية للمعدة. طبعا هنا راح ناخذ اكو جنكشن، مقطع بين الايزوفيجاس اللي هو هذا والستومك. طبعا هذا الايزوفيجاس هذا وهاي الستومك. طبعا هنا نشوف 36 سكويمس ابيثيليوم للايزوفيجاس، هاي اللامينا بروبيريا الصفيحة المتخصصة، هاي الغدد مالت الايزوفيجاس ايزوفيجال جلاند، هاي اكسكريتوري دكت القناة الاخراجية، هاي المسل او ماسيكولارز ميوكوسا للايزوفيجاس العضلة المخاطية للايزوفيجاس، هاي نون اكسكريتوري دكت، هاي المنطقة للستومك. هسه هنا ناخذ الجزء الآخر.